عيون جل مغمراتي يا حي مركب الذلايل. ذهب مع غند لسالم بن محمد بن مترف الطنيجي واهدى ابناء الميدان هذا الفوز والانتصار. تهانينا للطنيجي على هذا الفوز الذي قدمته غند ب 13 دقيقة 3 ثواني و9 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. الشوط الثاني ذهب مع الشاهينية لخليفة بن سويدان بن مصبح الكتبي، وأكد الكتبي هذا الفوز والانتصار من خلال هذه المنافسة الرائعة وهذا التحدي المثير، وحظت بالتوقيت الأفضل 12:48 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. الشوط الثالث ذهب مع العندليب لطارق بن سالم بن ضحية الكعبي، وأكد الفوز والانتصار وهدى أبناء اللبسة هذا أو عفوا أبناء ذيد هذا الانتصار ب 13 دقيقة 9 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما يأتي الشوط الرابع الفارس لعلي بن محمد بن راشد الكتبي، وأكد انطلاقة الفارس وتحدياته الكبيرة والانفراد المميز، حيث قطع مسافة السباق في 12 دقيقة 58 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط الخامس حيث ظهرت شديدة لمحمد بن سيف بن مصبح بن ساري الكتبي بهذا الشوط، وأكدت الفوز والانتصار ب 13 و8 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. يأتي الشوط السادس حيث ظهرت فيه تاريخ لمحمد بن بخيت بن محمد بن العفاري المنهالي، وأكدوا أبناء الوثبة هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس وسلام يا الوثبة سلام ب 13 دقيقة و10 ثواني 6 أجزاء من الثانية. يأتي الشوط السابع الذي فاز فيه شاهين لبخيت بن مسلم بن طاس العامري، وأكد شعار العامري هذا الأداء المتميز. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام تهانينا والناموس على هذا الفوز ب 13 و12 وأيضا 6 أجزاء من الثانية. بينما يأتي شوطنا الثامن الذي كان بالفوت والفنش ما بين سيافي والنمر، ولكن استطاع سياف لمعيض بن محمد بن مانع اليامي أن يهدي أبناء المملكة هذا الفوز والانتصار في ثامن أشواط هذا الصباح ب 13 دقيقة و13 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما يأتي شوطنا التاسع الذي ظفر فيه ميعاد لسعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي، تهانينا للشعار بالدليوي وتهانينا للراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي على هذا الفوز. شكرا عبد القادر. 13 دقيقة 11 ثانية 4 أجزاء من الثانية. الشبلة تأتي في الشوط العاشر ليمع بن راشد بالغافرية، هو من أهدى هذا الانتصار المميز والجميل هنا من خلال هذه التحديات، واستطاع بالغافرية أن يهدي أبناء الأحباب هذا الفوز والانتصار ب 13 دقيقة 7 ثواني وفاء وتماما وكمالا. يأتي الشوط الحادي عشر فظهر فيه متعب شعار محمد بن حمد بن كردوس العامري، فأكد ود الحمر هذه الانتصارات الجميلة من خلال تواجد متعب أحد الأسماء العملاقة في عالم الأصايل. 13 وجزءا واحدا من الثانية 13 دقيقة 13 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا وناموس. غازي يأتي في الشوط الثاني عشر فيظهر أيضا رجل المفاجآت ويؤكد يابر بن صالح بن نصر العامري مع غازي هذا الفوز والانتصار ب 12:59 وجزءا واحدا من الثانية بعد أيضا منافسة قوية ورائعة وجميلة. يأتي الشوط الثالث عشر الذي فازت فيه أيضا هناك التنهات لحمد بن ضبيب بن علي العامري، وأكدوا أبناء الظفرة هذا الفوز والانتصار ب 13 دقيقة 4 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوط الختام ذهب مع ندى حمد بن عبد الله بن علي لفيد المري، وأكدوا أبناء المملكة وأبناء ميدان السيح هذا الفوز الجميل. تهانينا والناموس ب 13 دقيقة 6 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز ولحظات الوصول. هكذا وصلنا بكم إلى الختام مذكرين بانطلاقة المساء في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم، فكونوا مع الموعد ومع هذه الانطلاقات. شكرا مخرجنا حسين السيد، شكرا موسى المندري وسبق قاسم البلوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن الحبسي، استودعكم الله وإلى الملتقى في المساء.